السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سنو الجندي من قناة فلاش تعليمية. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. وحبايبي الصغنانين اللي في كي جي 1، ازيكم؟ عاملين ايه حبايبي؟ يلا بسرعة نروح نجيب الكتاب بتاعنا عشان نبتدي نشرح الجرس الجديد. احنا لسه بنشرح في المحور التاني، The World Around Me، العالم من حولي. شابتر 2، الفصل التاني، How to Care، كيف نعتني. واحنا لسه يا حبايبي في الفصل ده بنتكلم عن الكائنات الحية، وازاي بتكبر، وازاي بتعرف تعتني بنفسها، وازاي تبقى قادرة على العيشة والبقاء. طبعا احنا عارفين ان من خصائص الكائنات الحية ان هي بتنمو وتتغير، يعني هي اكيد مش مولودة كبيرة كده هو، اكيد زي ما احنا بنبقى صغننين بيبي ونكبر، اكيد هي كمان بتمر بمراحل بحياتها عشان ما تبقى صغيرة تبقى كبيرة. Life stages يعني مراحل الحياة، يعني ايه الخطوات اللي بيمر بيها الكائن الحي عشان ما يبقى صغير خالص يكبر يبقى كبير. اول حاجة عندنا البترفلاي. البترفلاي اللي هي ايه حبايبي؟ اللي هي الفراشة. الفراشة بتبقى الاول عبارة عن ايه؟ تعال نشوف هنا في اول صورة، ايه ده يا ميس؟ دي ورقة شجر عليها نقط، فين الفراشة دي؟ ايوه حبايبي، النقط ديت هي البيض بتاع الفراشة. الفراشة بتبقى موجودة في بيضة، وبيضة جنب بيضة بيعملوا الباتشز اللي احنا شايفينها ديت، بتبقى عبارة عن مجموعة بويضات مع بعض، وبعد كده البيضة بتكبر شوية صغننة وتفقس، وبعد ما تفقس بتخرج لنا ايه؟ دودة. لا دي مش دودة، دي اسمها يرقة. يرقة بتبقى عبارة عاملة زي الدودة الصغننة، وضعيفة وغلبانة، وممكن اي حد يلتقطها وياكلها بسرعة. فهتقوم عاملة ايه بقى عشان تدافع عن نفسها وتقدر تتحمل الظروف اللي هي بتبقى عايشة فيها؟ تقوم حاطة نفسها جوه بيت. البيت دوت هي بتعمله ونسميه شرنقة، بيكون موجود جواها الدودة الصغننة اللي هي اسمها يرقة، تفضل قاعدة جواها ومستخبية لغاية ما تكبر خالص خالص خالص، وتقوم مكسرة البيت اللي حواليها دوت وخارجة منه، وتبقى ايه؟ تبقى فراشة جميلة حلوة ملونة، بتعرف تطير وسط الزرع وتتنقل من هنا لهنا، وتعرف تدافع عن نفسها كويس. طيب دي الفراشة، امال بقى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده اللي بعديها دي؟ دي ضفدعة. الضفدعة ما بتبقاش مولودة كده برضو. الضفدعة برضو بتبقى عبارة عن بيضة صغننة موجودة هي واخواتها جنب بعض، وبيتسموا بويضات، وبعد كده تفقس تبقى ايه؟ فرج صغننة خالص، نونو بيبي، وبعد كده تكبر شوية شوية ويطلع لها ايدين ويطلع لها رجلين، وتبقى فرج صغننة بس مش قوي. وبعد كده تكبر خالص وتبقى ضفدعة كبيرة حلوة، بتتنط وتتشاقى وتنط من المية دي للأرض دي، وتعرف تدور على أكلها كويس، وتعرف تاكل كويس، وتبيض وتكون برضو تاني بويضات. خلاص يا حبايبي. وعندنا التشيكن. بعد كده التشيكن هي بتبقى فرخة كده على طول، وبناكلها كده هي فرخة. لا، الفرخة دي اكيد بتيجي منين؟ احنا عارفين كويس انها بتيجي من البيضة. البيضة دي تكبر شوية وتفقس لنا، الله ده كتكوت خارج صغنن من البيضة هوت، لسه ما بيعرفش حاجة، وبعد ما يخرج من البيت يبقى كتكوت كبير شوية، بيسوسو كده ومال الدنيا سوسة، وقاعد ياكل الحب المنقار الجميل دوت، ويفضل ياكل ياكل لغاية ما يبقى فرخة حلوة جميلة كبيرة نقدر ناكلها مام، وممكن تبيض تاني وترجع برضو ايه البيضة تبقى كتكوت صغنن، وبعد كده كتكوت كبير، وبعد كده تبقى فرخة. طيب بقى يا ميس، طب الفرخة بتبيض والضفدع بتبيض والفراشة بتبيض، طب وماما بقى؟ لا ماما مش بتبيض، ماما بتولد نونو صغنن جميلة هو، تبص بيرضع يعني ايديه صغننة ورجله صغيرة، مش بيقدر يتحرك خالص، وبعد ما يبقى نونو صغنن ماما تأكله وتشربه وترعاه، يبقى ايه؟ يبقى تشايلد. تشايلد يعني طفل كده زيك في كي جي 1، جميل حلو بيجري ويلعب ويتشقى مع اصحابه، وبعد كده احنا هنفضل اطفال على طول؟ لا، احنا هنكبر شوية ونبقى ايه؟ تينيجرز. تينيجرز اللي في ثانوي بقى وفي كلية كده بقى، لغاية ما يكبر خالص خالص يبقى كبير، ويطلع له شنب كده هوت ودقنه، ويبقى شبه بابا كده هوت، يرعانا ويحافظ علينا ويخلي باله مننا ويشتغل ويجيب لنا المام، وزي ماما اللي بتطبخ لنا الاكل وتخلي بالها مننا وبتعرف تعمل كل حاجة، ودول بيبقى اسمهم الادلت او الكبار. وكده بتبقى مراحل حياة الهيومن اللي هو ايه؟ الانسان. يلا نشوف ايه المطلوب مننا في الصفحة دي. الدايركشنز يعني التعليمات او التوجيهات،
color each of your bookmarks. Color each of your bookmarks. يعني لون كل من العلامات المرجعية التالية. يعني عاوزنا نلون الصور ديت. أول حاجة البترفلاي، نلون مراحل الحياة بتاعتها. تاني حاجة الفروج، الضفدعة. chicken، الدجاجة. human، الإنسان. وبكده حبايبي نكون خلصنا الصفحة ديت. ونيجي على الصفحة اللي بعدها page 69. الله، ايه الريحة الجميلة ديت. keeping clean، حافظ على نظافتك. يعني ازاي نعرف نحافظ على نظافتنا؟ اولا يا حبايبي ايه هي النظافة؟ النظافة هي الحاجات اللي بنعملها عشان نبقى نضاف وحلوين وريحتنا حلوة وجميلة. ايه بقى اهم الحاجات اللي احنا بنعملها حبايبي عشان نبقى نضاف؟ اول حاجة لازم من مبادئ النظافة ان احنا نتعلم نغسل ايدينا كويس. طب احنا هنغسل ايدينا امتى؟ لازم نغسل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل. لازم نغسل ايدينا بعد استخدام الدبليو سي. لازم نغسل ايدينا بعد ما نخلص لعب. لازم نغسل ايدينا اول ما نيجي من بره. اما نكون في الشارع وخارجين بنتفسح او بنشتري حاجات مع ماما او رحنا السوبر ماركت، لازم اول ما نرجع البيت لازم نغسل ايدينا كويس اوي اوي اوي. وهنا بيعلمنا ازاي نغسل ايدينا. نقرا الدايركشنز. put the following pictures in the correct order by writing the number on the line below the picture. يعني ايه مس الكلام اللي انت قلتي ده؟ put يعني ضع، the following pictures يعني الصور التالية، in the correct order في الترتيب الصحيح، by writing the number بواسطة كتابة الأرقام، on the line below the picture على الخط اللي تحت ده. يعني عاوزنا نرتب الصور ديت ونكتب رقم كل صورة على الخط الملون ده. او معنى صح هو بيعلمنا ازاي نغسل ايدينا. طيب اول حاجة بنيجي نعملها حبايبي لما نيجي نغسل ايدينا بنعمل ايه؟ بنفتح الحنفية ونشغل المية، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنمسك الصابونة، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنغسل ايدينا بالصابونة ونرطي بيها كويس، وبعد كده نشطف ايدينا من الصابون ونغسل ايدينا كويس مطرح الصابون ونقفل الحنفية. يبقى احنا ايه عرفنا كده ترتيب الصور: number 1 number 2 number 3 number 4 number 5. وبعد كده نروح للصفحة اللي بعدها. الله، الوردة الجميلة ديت. parts of a plant، اجزاء النبات. directions: trace the first letter in the parts of a plant. trace تتبع the first letter الحرف الاول in the parts of a plant من اجزاء النبات. نتعرف ايه اجزاء النبات دي وبتعمل ايه. roots roots يعني جذور النبات. جذور النبات دي بتعمل ايه؟ جذور النبات ديت بتثبت النبات في الارض وبتخليه ماسك نفسه كده في الارض، مش اي حبة هوا يجي يقوم شايله من الحتة دي يحطه في الحتة ديت. وكمان بيعمل حاجة مهمة تانية، بيجيب المية والعناصر الغذائية من التربة علشان النبات يتغذى كده، بيبقى قوي كده وماسك نفسه حلو وجميل. ايه بقى مثلا ممكن يكون روتس في الحاجات اللي احنا بناكلها؟ زي مثلا البطاطا، زي الجزر. البطاطا والجزر دول جذور، احنا مش لما نجيبهم بنلاقي خيوط رفيعة كده طالعة منهم، هو ده جذر النبات. طيب نشوف بقى اجزاء النبات الاخرى. leaves leaves يعني اوراق النبات، الورق الاخضر الجميل اللي بيبقى في النبات دوت، زي الخس والبقدونس. وبيعمل ايه بقى يا ترى ورق النبات دوت؟ بيمتص طاقة الشمس ويستخدم العناصر الغذائية اللي امتصتها الجذور علشان يعمل الغذاء النبات. يعني ده المصنع او المطبخ اللي بيعمل المم. مين بقى اللي هيوصل المم ده لباقي اجزاء النبات؟ نشوف كده هوت. الانبوبه ديت اسمها ايه؟ اسمها ستيم. ستيم يعني الساق. الساق النبات ديت يا حبايبي بتساعد النبات ان هم ينمو اعلى ويكون قوي كده وماسك نفسه، وكمان بيوصل الغذاء لبقيه اجزاء النبات. ممكن مثلا زي ايه يكون الساق دوت؟ زي القصب. هو احنا مش كلنا بناكل القصب وعارفين شكل القصب اللي بيبقى طويل دوت؟ هو دوت عباره عن ساق النبات. طيب نروح بعد كده لايه؟ الزهره الجميله ديت اسمها ايه؟ اسمها فلاور. زي ايه نكون بناكله؟ زي البروكلي وزي القرنبيط. ويا ترى بقى الفلاور دي بتعمل ايه؟ دي بتكون حاجه اسمها سيدز. سيدز يعني بذور. البذور ديت بنزرعها وتكون لنا نبات جديد. وبكده نكون خلصنا بيج
72. ولسه برضو بنتكلم عن الخضروات والفاكهة، الله ايه الحاجات الجميلة دي، دي توميتو وكيوكامبر وجزر وأونيون. ايه يا ميس قولنا بقى بالعربي، يعني طماطم وخيار وجزر وأونيون. يا ترى بقى مين الشاطر هيقولي احنا هنعمل ايه بالحاجات دي، الحاجات دي بتتحط فين؟ ايوه، شاطرين شاطرين، في ماي سالاد، في السلطة بتاعتنا. ماي سالاد يعني طبق السلطة بتاعي. الدايركشنز بتاعتنا: سيركل ذا فودز you would like in your salad، يعني سيركل ضع دائرة حول the foods الأطعمة you would like اللي انت بتحبها in your salad في السلطة بتاعتك. يعني انا مثلا انا بحب الخيار cucumber وبحب الجزر وبحب الأونيون، يبقى انا هعمل ايه؟ هحط دايرة حوالين الأونيون واحط دايرة حوالين الكاروت واحط دايرة حوالين الخيار. لا طب انا صاحبي بيحب التوميتو بيحب التشيز وبيحب الكاروت، خلاص كل واحد يحط دايرة حوالين نوع الخضار اللي هو بيحبه. طيب في هنا دايرة يا ميس هنعمل فيها ايه؟ الدايرة فاضية؟ هنا بيقول لك الدايرة ديت علشان اللي مش لاقي حاجة، يعني انا مثلا بحب البروكلي بس البروكلي مش موجود هنا، قوم رسمة هنا بروكلي. صاحبي بيحب التوم، التوم مش موجود هنا، يقوم راسم هنا توم. وعشان نكون طبق سلطة كبير جميل لذيذ، واحنا طبعا يا حبايبي عارفين ان السلطة ديت بتبقى مليانة فيتامينات، والفيتامينات ديت بتساعدنا ان احنا نكبر ونبقى حلوين وشاطرين وبتدينا ذكاء. وبكده حبايبي نكون انهينا درس النهاردة على طبق السلطة الجميل دوت. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجات مفيدة، ان احنا لازم نغسل ايدينا كويس ولازم ناكل حاجات مفيدة عشان صحتنا تبقى كويسة. ولو عجبكم الدرس خلي مامي تعمل شير ولايك وسبسكرايب. واسيبكم يا حبايبي في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.